ينضم معنا لمزيد من التفاصيل من اسطنبول التركية سيد محمود الشجراوي، باحث سياسي فلسطيني. أهلا بك سيد محمود. بداية، إلى أي مدى ترى أن الفعاليات يمكن لها أن تغير الواقع أو تؤثر على الحدث التاريخي الذي صنعته بريطانيا؟ والله يا أخي الكريم، هذه الفعاليات على أهميتها، لكن أنا لا أظن أنه سيكون لها دور في تغيير الواقع، إلا أنها يعني تذكر شعبنا بحقه الأزلي بأرضه وبوطنه. أما الفعاليات هذه لا أظن أنها ستؤثر، بدليل أن الحكومة البريطانية أعادت اليوم إعطاء وعد بالفور جديد بتأكيدها يعني ودعوتها لمجرم الحرب نتنياهو اليوم ليشاركهم في حفل عشاء احتفالي بمرور 100 عام على وعد بالفور، فكأن الحكومة البريطانية أعادت وعد بالفور جديد هذا اليوم. طيب، الإصرار على الاعتذار الذي تطالبه الفصائل الفلسطينية، السياسيون، جهة الشعب الفلسطيني يطالب بالاعتذار، ولكن ما قيمة الاعتذار إن خرج من بريطانيا؟ أخي الحقيقة هو قيمة الاعتذار تأتي من فهمنا لمعنى تصريح بالفور أو وعد بالفور. وعد بالفور ليس وعد من شخص، يعني لم يقدم هذا الوعد بصفته الشخصية، وإنما هو قدمه نيابة عن الحكومة البريطانية. نعم. وعملت بريطانيا سنوات طويلة لتنفيذ هذا الوعد، وقامت بتدمير البنية التحتية لشعبنا الفلسطيني. نعم. بل وقامت بقتل وتعذيب والمساهمة في تهجير شعبنا من أرضه، وهي المسؤولة عن النكبة الفلسطينية، وهي المسؤولة عن المذابح التي جرت في فلسطين والدم. نعم. الذي جرى في فلسطين. الاعتذار بحد ذاته أخي الكريم يعني يعيد إلى القضية رونقها، وأن هذه الدولة دولة لا أساس لها ولا شرعية لها، وأنها احتلال واحتلال غاشم. هذه فكرة الاعتذار فقط. طيب، الاعتذار لن يعيد الشهداء ولن يعني. صحيح. سيد محمود، يتساءل المشاهد العربي، هل تتوفر خطة عملية لدى الفلسطينيين لتحقيق مشروع الدولة؟ هل هناك خطة يشارك بها أو يجمع أو يجتمع عليها الفلسطينيون لتحقيق هذا الموضوع؟ الحقيقة أخي الكريم، الفلسطينيون شأنهم شأن كل الشعوب في الدنيا، يعني لا يجمعهم إلا حبهم لوطنهم. نعم. لأن نقول هل هناك خطة لتحرير فلسطين؟ إن لم تكن المقاومة، والمقاومة فقط هي خطة تحرير فلسطين، فنحن نعرف ونؤمن أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. العدو الصهيوني والقوة العالمية يريد أن يحذفوا من هذه الحقيقة كلمتين إلا بالقوة، فيريد أن يعني يصل إلى خلدنا إلى أنه ما أخذ بالقوة لا يسترد. لا، بل هو يسترد، ولكن يسترد بالقوة بدحر الاحتلال. الإشكالية في وجود الاحتلال، والحل الوحيد لقضية فلسطين هو كنف الاحتلال وأن يعود الصهاينة من حيث أتى. ولكن هذا السيناريو غير موجود حاليا، لا نراه على الأرض. لا، كيف غير موجود؟ موجود أخي. يعني نقصد القتال والعمليات العسكرية يعني المقاومة المسلحة. صحيح، قد لا تكون اليوم موجودة، لكنها ما زالت هناك فصائل فلسطينية، ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة، ما زالوا يؤمنوا أن الحل في مقاومة المحتل، والحل الوحيد هو كنف الاحتلال. وإن كان هناك بعض الفصائل الفلسطينية اتجهت نحو ما يسمى بعملية السلام وما يسمى بحل الدولتين، هذا أنا أزعم أنه سيكون شيء مؤقت، وهو لا يعبر عن ضمير الشعب الفلسطيني. سيد محمود، باختصار شديد سؤالي الأخير، عندما ننظر إلى القضية الفلسطينية، نعم فرحت الكثير من الشعوب العربية وقبلهم الفلسطينيون بقضية المصالحة، ولكن عندما ننظر إلى الواقع نرى أن المقاومة الحقيقية دائما ما تفشل عن طريق المفاوضات السياسية، عن طريق يعني إنجاز التعبير محمود عباس هو ربما يحمله الكثير السبب لما يحدث الآن من تميع للمقاومة، من تدمير لقوتها. والله يا أخي الكريم، أنا أتمنى أن يتاح لي وقت في وقت آخر أن أتحدث عن المجرم محمود عباس، لكن أنا أقول ما يحدث اليوم ليس فقط وعد بالفور من بريطانيا، بل هي وعود. نعم. بالفور
بل للأسف أن بعضها عربي التوقيع وعربي صوت. أنا أشكرك شكرا جزيلا السيد محمود شجراوي الباحث في شأن الفلسطيني، وطبعا نتحفظ على بعض الأمور التي خرجت من سيادتكم، ولكن شكرا جزيلا.